الصحفي الفلسطيني أنس النجار قدم لاعب الأهلي وسام أبو علي من قلب غزة، وظهر في مقطع فيديو وهو مهتم بمشاهدة مباراة للأهلي أثناء تغطية هذه الأحداث في غزة، وبيقول كلنا هنشجع منتخب مصر في إفريقيا. أنا لازم تقعد تفكر إيه اللي يخلي أنس النجار يعمل كده؟ أنس النجار وهو موجود في خضم هذه المعارك، وفي ظل للأسف الشديد أو ملقى عليه لمدة 24 ساعة، وهي طول اليوم الواحد ملقى عليه ظل هذه المذابح وهذه الجرائم الوحشية، ورغم ذلك بيشجع الأهلي، ورغم ذلك بيشجع الكورة المصري. أنس النجار معانا على التليفون، زميلنا العزيز، أهلا بيك. ألو ألو، أهلا بيك، والله يسعد مساك. ألو ألو أنس، أنا معاك. والله يسعد مساك ومساء كل المتابعين والمشاهدين. والله أنت اللي ربنا يسعد مساك ويهدي الأوضاع عندك يا حبيبي. شكرا لك، شكرا لك والله. حبيبي حبيبي يا رب يا رب يا رب. أنا هسألك الأول على كيف هو الحال الآن في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها. والحال بشكل عام هنا في غزة حاليا في اشتباكات في محاور التقدم في منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى. منطقة رفح هي المنطقة الهادئة نوعا ما، وهي المنطقة التي يتواجد بها النازحين في هذه اللحظات بعد توجيهات الجيش الإسرائيلي وتوجه النازحين إليها. هناك تحليق للطيران الحربي في سماء مدينة رفح، طائرات الاستطلاع بشكل مستمر خلال ساعات النهار وساعات الليل، لكن الاشتباكات مستمرة في محاور التقدم للجيش الإسرائيلي في المناطق الأخرى من قطاع غزة، خصوصا في منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى. ده الوضع الآن يا أنس. عفوا، بقول لك ده الوضع الآن، يعني اللي شرحته لنا ده الوضع الحالي في هذه اللحظة. نعم نعم، هذا الوضع الحالي حاليا في قطاع غزة. رفح هدوء نوعا ما، اشتباكات في محاور التقدم في مدينة خان يونس ومنطقة الوسطى. كان في خان يونس تقريبا اليوم 25 شهيد جراء هذه الاشتباكات والاستهدافات الإسرائيلية. تمام، طيب هرجع بيك. وايضا الجيش الاسرائيلي تقدم وهو الان محاصر مستشفى الشهداء الاقصى في منطقه دير البلح. طيب يعني كويس ان انا بس فهمت الوضع. نتمنى انه يتراجع الجيش الصهيوني عما يفعله الان، ونتمنى التقدم للمقاومه مما لا شك فيه والسلامه لاهالينا عندك. يعني خليني هتكلم معاك شويه على مساله تقديمك لوسام ابو علي من قلب غزه وظهورك وانت بتتابع مباراه الاهلي. ايه اللي في بالك يا انس؟ نعم، يعني بدايه خلينا نحكي انه كيف بدايه في السوبر المصري ما بين الاهلي وفيوتشر، كنت انا وزملاء صحفيين بنشاهد وبنتابع المباراه، فاحد الزملاء قام تصويرنا ونشر مقطع، هو مقطع عفويين وكلمات دعم كبيره والتعاطف معنا كاهل غزه، رغم انه الفيديو لا يتجاوز ال 20 ثانيه. فردود الافعال من اخوتنا المصريين صراحه اسعدتني جدا، ومشاهدتنا للمباراه من العدة اسباب. اولا الضغط الكبير اللي احنا بنعيشه خلال فتره الحرب واوقات الحرب، كان لابد انه احنا نشوف لحظات يعني نطلع فيها من هذا الضغط. ممكن انه الاهلي هو اللي يمنحنا هذه الفرحه الصغيره، ولو انها فرحة قليلة مقارنة بحجم الألم الكبير اللي احنا بنعيشه خلال هذه الحرب. ثانيا كنت بدي أشوف تعاطف اللاعبين المصريين مع القضية الفلسطينية، وكنت مهتم أشوف هذا التعاطف عشان أكد لنا كل أهل غزة أنه في مصر مش ناسينا. كنت حاب أشوف العلم الفلسطيني، هو الشيء اللي خلاني أتابع المباراة. بعد ما انتشر هذا المقطع وصار ترند في مصر،
قبل صفة بأيام تواصل معايا المركز الإعلامي للنادي الأهلي إنه إحنا حابين نعمل فكرة، وهي فكرة من خارج الصندوق صراحة. أنا ما ترددت للحظة، أول ما طلب مني سريعا نفذت، وما كنت حتردد صراحة. أنا بعتبرها فرصة، أنا بعتبر إنه كثير أنا حققته في حياتي، وكنت أتمنى إنه أحقق هذا الإنجاز في فترة غير الحرب. لكن الحمد لله على كل حال، بعد ما انتشر الفيديو أنا لحتى الآن أنا بفكر في حالة حلم، إنه كمشجع أهلاوي من غزة، أنا كان بس لو أدخل النادي الأهلي أو أشاهد مباراة ألاقي إنه قدم صفقة للنادي الأهلي رسمية، فكانت يعني بالنسبة لي كانت ويعني متضاربة في الحرب هذه. طبعا فبعد تقديم الفيديو ردود الأفعال وصل صار معايا صراحة يعني مصدوم جدا اللي صار من هذا الفيديو. ايضا خلينا انه انا تم انه نقدم الفيديو من شوارع غزه، نوصل المعاناه الفلسطيني عسكريا ولا سياسيا، فقط نظل الفلسطيني رياضيا وفنيا وغنائيا. أنس، أنا عايز أولا أشكرك، متفاهم وجهة نظرك جدا 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 جدا، كل اللي بتمناه لك السلامة أنت وكل أهالينا في فلسطين، وأنه تنتهي هذه الحرب على كل الخير مش بس بعض الخير. يعني أشكرك جدا على دعمك للأهلي ودعمك لمنتخب مصر في إفريقيا في ظل كل اللي بتمر بيه، وعلى رأيك يمكن ولو شيء بسيط نقدر نخرج بيه بعيد عن ما نشاهده بشكل يومي مما يحدث على الأراضي الفلسطينية. إذا كنا إحنا بنشعر بكل هذا الألم فما بالنا بيك أنت وكل أهالينا وكل الزملاء الصحفيين اللي بيشتغلوا هناك في هذه التغطية، وكل أهلنا الفلسطينيين اللي موجودين هناك في ظل هذه الحرب الوحشية الحقيقة وجريمة التطهير والإبادة الجماعية التي تحدث من قبل الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية. طبعا أنا عارف أنه الاتصال في غزة صعب إلى أبعد الحدود، فأنا بشكرك مرة تانية وبعتذر إذا كنت أنا في بعض الجمل ما كنتش قادر أسمعها كويس. وأيضا للسادة المشاهدين أعرف جيدا أنكم مقدرين جدا 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 أن الاتصال بالقطاع شديد الصعوبة، فبنشكر جدا زميلنا الصحفي الفلسطيني أنس النجار.